السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم يا شباب. ان شاء الله يا رب يكون الجميع بصحه وخير. معانا جهاز النهارده نينتندو سويتش، في مشكله في الواي فاي زي ما احنا شايفين، في مشكله في الواي فاي. طبعا بما ان احنا عاملين بلاي ليست خاصه بالجيم كونسولز، فبالتالي دي فرصه كويسه اللي احنا نشوف جهاز فيه مشكله زي ديت وهي الواي فاي. هننزل تحت الكاميرا عشان نشوف مع بعض كده بشكل سريع. الجهاز اهوت يا جماعه، طبعا للاسف الشديد تعمل له هارد ريسيت من المحل اللي جاي منه، فبالتالي مفيش فرصة ان احنا ندخل على القائمة ونشوف الموضوع بشكل افضل من كده. فاحنا بنعمل دلوقتي الاعدادات او السيت اب بتاع الجهاز، وبنيجي عند الخطوة الخاصة بالواي فاي، بتظهر الرسالة ديت بالشكل ده. فيلا بينا بقى نفتح الجهاز وننزل تحت الميكروسكوب ونشوف ايه اللي هيحصل. شلنا البورده يا جماعه وننزل تحت الميكروسكوب ونروح على طول على الاي سي الخاص او المسؤول عن الواي فاي. طبعا الخطوات المبدئيه ديت هنشوفوها مع بعض بشكل سريع، وابحث كده لو في شورت او في مشكله معينه، ولكن هذكر الموضوع ده سريعا بحيث نكسب وقت وما نطولش الفيديو على الفاضي. عندنا هنا يا جماعه اي سي الواي فاي زي ما احنا شايفين، ده اي سي الواي فاي او المسؤول عن الواي فاي والبلوتوث. فانا بروح للاي سي نفسه زي ما احنا شايفين، وبقيس كده بشكل عشوائي، وفي نفس الوقت بقيس اشوف هل في شورت، هل في اي حاجه، ومن ثم لو لقيت مشكله ولا حاجه لا قدر الله بجيب بورده موجوده عندي كقطع غيار واعمل المقارنه بتاعتي. وعن طريق الرسومات اللي موجوده كمسارات شايفينها في البورده بقدر احدد بنسبه كبيره، طبعا مش هتبقى 100% اللي انا اعرف المسار ده رايح فين، ولكن على الاقل بقدر احدد واعرف المسار ده مثلا رايح فين وجاي منين. فاهمني طبعا في النقطه دي، لذلك لازم يكون عندك بورده تانية وتبقى فاهم برضو المسارات ديت او البورده بتشتغل ازاي. او مفيش او بقى، مفيش حاجه اسمها او، هو حلو كده، هي حلوه كده. احنا نروح نشيل الاي سي طبعا مع مراعاه اللي انت بتعمل كل حاجة الاول في الاعدادات، تظبط الواي فاي، تشوف الحاجات اللي هي بقى ايه الاولية ديت، وبالفعل تم فحصها سواء في المحل اللي جاي منه، هو قال لنا او ذكر ان هو عامل كل الخطوات ديت بما فيهم ان هو عامل هارد ريسيت للجهاز من السوفت وير، يعني ما عملش لا سوفت وير ولا ابديت ولا الحاجات دي، هو عامل بس هارد ريسيت. طبعا ممكن كان يتعمل له برضه سوفت وير يكون افضل او ابديت يكون افضل عن طريق بقى الكمبيوتر، انا ما اعرفش ازاي عشان ما افتيش. علينا الهوت اير شويه بس يا جماعه كده بشكل سريع عشان نكسب وقت. رفعنا الاي سي اهو يا جماعه، ده الاي سي اهوت، ارفعه كده احطه على جنب واعمل عمليه تنظيف واجيب اي سي جديد واغيره على طول بمنتهى البساطه. منتهى البساطه. هننظف يا جماعه المكان اهوت بالشكل ده، وخلاص نظفنا مكان الايسو الايسوسو. يلا اي سي، يلا اي سي. تمام، عندنا اخر واحد ده عايز اتاكد منه بس، نشيله الزياده دول، كذلك ده كمان. تمام يا جماعه، اتاكدنا من كل حاجه، نجيب الاي سي الجديد. ولكن هوريكم بقى حاجة صدمة صدمة، اي سي جديدة، بص جديد براند نيو في الكيس بتاعه وكل حاجة، شاري اكتر من واحد، ولكن للأسف الشديد شايفين شايفين الاي سي عامل ازاي، وفي التماس للأسف الشديد. ده واحد تاني اهوت جديد، شايفين عامل ازاي. طبعا اتصلت بالشركة، عملت لهم قصه طويله وعريضه، بعتوا لنا غيرهم، بتعامل مع شركه موجوده هنا يعني، فبعتوا لنا غيرهم، ولكن هياخد شويه وقت، فانا قلت ايه
احاول اظبط ده. ناس بروفيشنال برضو قال لك احتفظ بدولت و... واحنا بعته لك تانيين واسيل لحضراتكم. بس دي الفكره ايه. ولكن بشكل عام احنا شفنا الاي سي عامل ازاي. طبعا هنا في نقطه مهمه جدا للاسف الشديد، في بعض الرجول عايزه تتظبط شبلانه. انا اتمنى ان يكون عندنا شبلونه تظبط معاه. خلينا نجرب دي كده بشكل سريع. طبعا مش مشكلة عندك خالص ان يكون عندك الشبلونة، ولكن تستخدم اي شبلونة كده لغاية لما تلاقي بقى تظبط معاك. يعني بشكل مبدئي يلا موتو. ايوة والله يا عم زبط ده. ايوة هنا هنا كده. ايوة ايوة بص اه زبط معاك. مع العلم ان ده اي سي جديد، يعني حاجة 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 يعني تضايق بصراحة. شاري ايسات جديدة علشان ما اعملش شبلانة ولا اعرض الاي سي للحرارة ويكون جاي اكيد شغال وتقع انت في مشكلة زي دي وتضطر ان انت تعمل اوردر تاني. طب من الاول يا عم، من الاول يا فرحتي بتقول لي احتفظ بدولك و انا بعتوا لك استفدت يعني ايه من تعطلتوني؟ ما كان من الاول. المهم مش شبلنا الاي سي على وضعه كده. دي طريقة برضو انا بستخدمها، ممكن انت تستخدمها يعني. ما تنضفش الاي سي بما ان الاي سي حساس جدا ورقيق جدا، فما فيش داعي ان انت تنضف الاي سي او تقرب منه. طبعا في بعض المسارات او في بعض الكور عالية احتمال تكون هي دي مكان الكور الفاضية، لذلك انا مش هنضف برضو. اهو شايفين يا جماعة. وبما ان احنا شفنا كور اسدير، فانت ممكن تعمل الطريقة ديت برضو في تصنيع كور الاسدير. ممكن تصنع لك مليون كرة اسدير وتبدأ تبيعهم بقى. كنت بعمل كده يعني. مش بجمع اسدير عشان انا كنت لما محتاج كرة اسدير بجعل حاجة زي دي كده. مش عايز اخرج من الموضوع. لو عايزين تعرفوا قولوا لي في التعليقات وبقول لكم الطريقة ازاي اللي انت تطلع كور اسدير بشكل احترافي وتكون نفس المقاسات بالظبط. شوف في بعض كور الاسدير راحت على اخواتها يا الله. لذلك بص عشان ما توقعش يعني كانت في واحده هنا راحت على اللي جنبها، في واحده هنا راحت على اللي جنبها للاسف الشديد. طبعا انا كده ممكن اشك ان في كوره اسدير ولا حاجه لحمت في اللي جنبها، فانا كده هضطر ان انا احط الشبلونه مره ثانيه لان انا مش شايف او مش فاكر يعني. هحط الشبلونه مره تانية يا جماعه، مش مشكله، خلينا بنشوف الحاجات اهي مع بعض، ما فيش اي مشكله. في نفس الوقت انضف الاي سي كمان. والله في واحده كده حاسس او اتنين تلاتة مثلا اربعة كبار بسبب الحرارة، وللأسف الشديد راحوا على بعضي بسبب ان في اماكن كتير ما فيهاش مكان ان هو يركب كرة الاسدير، فبالتالي راحت على جنبها. انا مش هزود اي اسدير، انا هاجي كده بالقطر. ايوه واحاول امسح او اشيل الاجزاء العاليه منه اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، عشان يحصل بس ايه تساوي في كل الاسدير. تمام جميل. وده وحدة حرارة مرة تانية. ولكن في الحالة ديت بقى اروح انا ايه ادي للاي سي تنظيفة. شايفين يا جماعة اللي حصل؟ كل ده حصل بسبب ان انت شاري اي سي مفروض جديد يوفر عليك كل الوقت وكل الهم ده. طبعا انا بتكلم بشكل عام، يعني مفروض انت صرف النظر بتعرف تعمل شبلانه او لا، مش دي القضيه. انت شاري اي سي جديد، فاهم؟ المفروض نخلص وبالاخص مع الاي سي من النوع ده حساس جدا. طبعا انا بنضف من فوق كده علشان نشوف بس الاتجاه بتاعه. النقطه هنا اهي، نشيلوه كده على جنب. نجيب بقى البورده بتاعتنا، نحط الفلوكس بتاعنا الحلو المتين.
تمام. خدنا الاي سي اهو يا جماعه، النقطه هي نفس الاتجاه او النطش بتاعه الاتجاه الخاص بالاي سي، وبالحراره من بعيد كده يا جماعه ابدا اعمل بس كده تسخين للفلكس عشان الفلكس اللي انا حطيته ما يحصلش فيه انصهار، ياخدوا اي سي ويحركوا بشكل كبير او بعيد عن الاماكن. لا بس تحريكها كده من فوق، تحريك الهوت اير من فوق كده شكل دائري ومن بعيد بس يحصل كده انصهار في الفلكس مش في الاس دي، عشان يحصل انتشار كده في الفلكس اهو. طبعا كده حطيت الاي سي خلاص يا جماعه. ابدا دلوقتي بقى انزل كده بالنضل بتاع الهوت اير شويه واروح هزه هزه. ايوه استنى شويه بس، ايوه كده تمام. اتمنى طبعا يكون الاي سي سليم ما فيهوش اي مشكله، لان الاي سي ده مخلوع من جهاز ومش متشابل بطريقه كويسه. استنوا بس يبرد شويه والهوت اير يقف. عندنا الاي سي اهو يا جماعه، خلينا نبرده احنا شويه. ونتوكل على الله ونجيب البورده بتاعتنا وننزل تحت كده ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجرب. شغلنا الجهاز اهو يا جماعه، بس احط الكنترول من ناحيتين. يلا يا عم كنترول. تمام. ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللغه، المكان، اكسبت. استنى واشتغل والحمد لله زي ما احنا شايفين اهو. وطلكوا بس الإضاءة شوية زي ما احنا شايفين اشتغل والرسالة خلاص راحت. هروح دلوقتي على الشبكة عشان اتأكد بس من الشبكة. احط الباسورد UMR8520. اوكي خلاص اشتغل وعمل كونكشن بنجاح. طبعا المفروض انا اختار التايم زون ومش عارف ايه. طبعا ده جاي من ولايه ثانيه يا جماعه، فانا مش هكمل البيانات دي خلاص. هو كده الجهاز اشتغل وهو يقدر يكمل البيانات ديت عنده في المحل، فبالتالي يبقى كده وصلنا لنهايه الفيديو وشفنا الموضوع من البدايه للنهايه. لو جالك عطل زي ده عطل شائع، في مشكله بتبقى موجوده في الواي فاي، ولو الرساله ديت بالتحديد ظهرت لك بالتاكيد وبنسبه تقارب ال 90% او 95% بتبقى مشكله في سي الواي فاي نفسه لازم يتغير. فما تعملش اي اجراء مثلا زي اعاده ضبط المصنع او سوفت وير او ابديت، فبالتالي بتخسر كل البيانات اللي موجوده على الجهاز، وبتضطر في الاخر ان انت تغير الاي سي او تروح لمحل عشان يغير لك الاي سي ده. فبالتالي خد حذرك وانت بتتعامل مع مشكله زي ديت. وبالتالي للناس اللي شغاله في الموضوع ده وعايزه تقبل اجهزه زي ديت، الموضوع سهل. بتشيل الاي سي، نظف، ركب. ممكن تعمل تجربه بين قوسين، اللي انت تركب نفس الاي سي بعد اعاده الشبلنه وتنظيف البورده بشكل كامل، وتركب الاي سي مره ثانيه وتجرب لعل وعسى ممكن يكون في كراك او كوره الاسدير اللي تحت الاي سي حصل فيها كسر او عدم اتصال. فمجرد اللي انت بتعمل ريبولنج للاي سي المشكله بتتحل. ممكن تجرب الخطوه دي في حاله عدم وجود اي سي بديل. شفنا الموضوع من البدايه للنهايه. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم اعزائي المشاهدين، وبالتوفيق لحضراتكم في فيديو جديد ودرس جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وسلام.